عايزين نعرف منك ايه فكره منصه، احنا عارفين دايما تيد لكن بيت جديده علينا، عايزين نفهم ايه هي ومنين جت الفكره وجه الهدف بتاعها. اول شيء ارحب فيك يا انسه تسنيم وبالساده المشاهدين. بدايه المنصه بدات بفكره، احنا كلياتنا طلاب جامعات موجودين بالجامعات، فغالب المحاضرات دائما بتكون 45 دقيقه الى ساعه تقريبا. طبعا عندنا شغف احنا كان لحتى ندور على المحتوى الجيد بمده قصيره، نعطي زبده الحديث. تمام، فكان عندنا شغف بمنصه اسمها تيد اللي هي كانت سابقا تاسست بعام تيد اللي احنا عارفينها اللي المشهوره دائما بالضبط. فكان احنا ان غايه انه احنا ننشئ شيء ليهم تكون هون بتركيا، لكن للاسف ان كان بدنا ناخذ كان عندنا يعني كان في غايه من مين؟ لا احنا كشباب كان كنت شخص واحد بدات بالفكره. تمام، ارسلنا طلبات ليهم. تمام، يعني ارسلنا طلبات لشركه تيد او المنصه لحتى نساوي شيء مشابه لهم هون. أيوة، نكون فرع لهم محاكاه يعني. بالضبط، لكن المشكله ان في فرع موجود بالاصل باسطنبول وفي فرع عاطينهم لسوريا. تمام، فهذا اول شيء صعب. الامر الثاني اللي احنا فكرنا فيها يعني انه ليش الشباب ما او احنا كشباب كطاقه موجوده، ليش ما احنا نساوي شيء بطبيعتنا بثقافتنا بلغتنا؟ فلحنا اعلم بثقافتنا، اعلم بعاداتنا وبتقاليدنا، فلحنا اذا انشانا شيء ببيئتنا حنكون اكثر ابداع مما نجيب شيء من برا ونستورده ونساوي شيء لنا. فانسسنا هي المنصه، سميناها ديت كاسم. تمام، مختصره ديفلوبمنت ايديوكيشن توجذر، تطوير تعليم معا، طبعا كل وحده بزاويه معينه بمعناها الواسع. كان عملنا شعارة سميناه منبر الأفكار. شو الهدف منها؟ الهدف منها تسليط الضوء على الأفكار والتجارب والمواهب الشبابية. تمام، طبعا في عنا شباب، في عنا أكاديميين، في عنا أطفال. تمام، بما انك بقى جيت عند الاطفال خليني بقى انتقل لدانيا. دانيا انت مشرفه مشروع جيل. نعم. مشروع جيل ده اللي هو ايه؟ ماسك حبايبنا الاطفال الصغيرين. قولي لي بقى ايه الحاجات اللي بتعملوها وايه الهدف من ان انتوا تنشئوا داخل ديت حاجه مخصصه للاطفال؟ نعم، فعليا بدايه نهوض الفكره و إنشاء المنصة كتبت عدة مشاريع للمنصة. طبعا الشباب هي أحد أهم عناصر التوجه إلى المجتمع، بس الشاب قبل ما يصير بهذا العمر هو بيمرق بأخطر فترة للبشرية عموما هي الطفولة، فالأكيد كان الأولى أنه نحن ندور على مواهب وعلى أولاد عندها أفكار فعليا حقيقية وبتستحق انه نحن الكبار نتعلم منها ونسمع لها. طبعا لما بلشنا نشتغل على المشروع ونحدد الفئات اللي نحن حابين نتوجه لها، حقيقه انا شفت انه نحن ما لازم نستثني اي فئه عمريه مطلقا من الاطفال. فبلشنا من الست سنين للاعمار اليافعين ل 16 سنه، ونهضنا باول خطوه اللي كانت مؤتمر جيل الاول، كان بعام 2018 بالشهر الثالث. أطلقنا فيه ثلاث متحدثين بمحتواهم الخاص، أطفال كلهم سن صغير. نعم، نعم، بتحضيرهم الخاص. إيه بقى ردود الأفعال أبرزها اللي سمعتوها سواء كانت إيجابية أو سلبية؟ قبل المؤتمر فعليا أنا ما كان عندي أدنى توقع كيف ممكن يكون شكل التجربة. يعني كنا كلياتنا عم نشتغل حتى مع الأولاد. كنت عم جرب طول الوقت أنه ما نخبرهم نحن لوين رايحين أو عنا مؤتمر أو هذا التحضير ليه عم بيصير، لنقدر نحقق أكبر قدر من المتعة من هي التجربة أكثر من الخوف منها. التوقعات والحدث بعدين كان بدءا بالتساؤل، يا ترى هل حيكون الجمهور جمهور صغير ولا كبير؟ حيكون الجمهور اطفال ولا؟ لما طلعت على المسرح كل الاعمار موجوده، وهذا بعتبره انجاز حقيقي لما الكبار بيعطوا حالهم فرصه انه هن يقعدوا يسمعوا الاولاد لاخر كلمه ممكن. هو الجيل الصغير ده بكره هو هيبقى الجيل الكبير. ارجع لك مره ثانيه، خلال ايام ان شاء الله هيقام المؤتمر الخامس. صحيح. او المره الخامسه اللي هنا في اسطنبول، وهيبقى عندكم كثير من المشروعات. في عجاله حدثني عنه، وتفاعل السوشيال ميديا معاكم عامل ازاي؟
بالضبط. بس اللي احنا حاتكلم عن المؤتمر الخامس طبعا، اللي احنا هذا مو المؤتمر الخامس بالنسبة للمنصة ككل، هذا المؤتمر الخامس لمشروع اسمه ديت كونفرنس، اللي هو مؤتمرات ديت. تمام، هذا المؤتمر الخامس لي، لكن عملنا عدة ورشات، عدة مؤتمرات الأكاديمي لجين مثل ما حكينا، لأن أحد مشاريع منصة ديت. تمام، عنا المؤتمر الخامس إن شاء الله حيكون الأحد القادم 17 شهر، حيكون فيه 5 متحدثين. سابقا كنا نطلع 3 متحدثين، لكن كان في فترة انقطاع، سببها كنا عم نأسس فرق خارج اسطنبول، نخرج من يعني دائرة اسطنبول لحتى نوسع أكبر، ويكون في فرق فاعلة لحتى نشجع الشباب اللي برا. فعندنا 5 متحدثين، كل متحدث لموضوع معين. عندنا مثلا مجاهد عقيل حيتكلم عن تجربته بريادة الأعمال، عندنا عبد الله بن عمر أيضا من تشاد، لكن متحدث باللغة العربية، والمنصة طبعا هي المتحدثين باللغة العربية. والجميل انتم مش قاصرين التجارب على التجارب العربية فقط، لا، اي حد يقدر يتحدث لغة عربية، حتى لو مش عربي مفيش مشكلة، اهلا. حتى اذا كان في شخص متكلم باللغة التركية ممكن يترجم المكان، لانه احنا الفائدة توجه للفئة العربية، المتحدثين باللغة العربية. يعني ممكن شخص يتكلم تركي يكون في مترجم فورية بنفس الوقت. فهذا الامر اللي ماشيين فيه، في 5 متحدثين مثل ما حكينا. حتى اتجهنا ايضا، يعني عبد الله بن عمر هو ذات بشره سوداء، فهذا الشيء شرف لنا ان احنا نرجي للناس انه في توجه ان احنا ما في فرق بيناتنا. حلو، جميل. الافكار هي اهم نقطه، اذا عندك فكره، عندك تجربه حابب يعني تطرحها، فالمنصه هي صله الوصل بين الشخص صاحب الفكره وبين الجمهور اللي حابب يستفاد. جميل، احنا وظيفتنا نوصل هذا الشخص لهذا الجمهور. جميل جدا، بشكركم جدا في النهايه، وبتمنى لكم مزيد من التالق، ونجيبكم المره الجايه بقى وانتم عاملين يعني المره ال 30 بقى ولا 40، تكونوا اكثر انتشارا واكثر تالقا ونجاحا. شكرا جدا لحضراتكم، استاذ محمد براء شكري مدير العام لمنصه ديد، ودانيا احمد المشرفه ومطلقه مشروع جيل. شكرا جزيلا. شكرا لك يا حبيبتي. شكرا موصول لكم.